ماتش الاهلي والقطن الكاميروني مباراه في الكاميرون ما بين الاهلي اللي ما زال بيملك حظوظه وفرصه في التاهل وفريق خلاص فقد اي فرصه في التاهل، قدم عروض باهته جدا، خسر على ملعبه وبره ملعبه. هل تشوفها بواقع النتائج وواقع الفوارق الكبيره في التاريخ والامكانيات مباراه سهله، ولا مباراه من وجهه نظر احمد مصطفى ليها صعوبتها وليها تعقيداتها؟ لا هو طبعا بعد الموقف اللي النادي الاهلي فيه المباراه بقت صعبه جدا، النادي الاهلي لابد من الفوز، وطبعا احساس ان انت لازم تفوز ده صعب جدا، النادي الاهلي يعني ما فيش حل قدامه غير المكسب. القطن الكاميروني ممكن يكون هو اقل فريق في المجموعه، لكن بيلعب على ملعبه، وليه برضو ان هو لو كسب النادي الاهلي ده برضو مكسب في حد ذاته طبعا، فده مكسب مهم جدا. فالمباراه مش هنقدر نقول ان هي سهله، وفي نفس الوقت لازم ندي المباراه اهميتها، لان النادي الاهلي حتى نتيجه الهلال السوداني مع سان داونز اللي احنا بنتمناها طبعا تطلع في صالحنا، لازم النادي الاهلي يكسب الاول. فمباراه القطن الكاميروني هي اساس كل حاجه، مكسب النادي الاهلي نبدا ساعتها نبص على مباراه الهلال السوداني وسان داونز، وهنحط حتى الهلال السوداني تحت ضغط. يعني مكسب النادي الاهلي هيبقى في ضغط للهلال السوداني ان هو بيلعب مباراه سان داونز، هو لازم يكسب. ايوه احنا منافسنا دلوقتي مش سان هتصدر داونز نوعا ما طبعا، التوتر. فده مهم جدا. لا ما هو يعني هو الجمهور ما اعتقدش انه هيحتمل اي تهاون او اي نتيجه اخرى غير المكسب في طبعا احنا 90 دقيقه حياه وموت دي يعني، حقيقة. وانا مدرك تماما ان الجهاز الفني وانه لعيبه النادي الاهلي مدركه تماما المباراه دي، مباراه الموسم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، بصرف النظر على فكره عن التاهل من عدمه، لكن الاهم انك تعمل عليك في المباراتين المتبقيتين 180 دقيقه مطلوب فيهم مكسب، وباذن الله المكسب ده في القطن الكاميروني والهلال يكونوا طريقنا إن شاء الله. للتاهل. القطن الكاميروني فريق بالنسبه لنا مش من الفرق يعني، كان في فتره من الفترات طبعا ولعب الاهلي اعتقد في في نهائي النهائي، افريقيا وائل جمعة نهائي وفلافيو دوري بالظبط، نهائي مظبوط. دوري ابطال امريكا، لكنه مش القطن، مش نسخه القطن اللي وصلت للنهائي قبل كده، والكره في الكاميرون يمكن على المستوى المحلي تراجعت بشكل كبير جدا. شفنا الفريق هنا في القاهره، هل تتوقع انه شكله يختلف او طريقته تختلف او اسلوبه يختلف في مواجهه الاهلي على ملعبه في وسط جماهيره، وخصوصا انه فاروق كان معانا من شويه بيقول انه القطن الكاميروني اعلن عن فتح ابواب ملعب المباراه للجماهير بالمجان؟ لا اعتقد طريقه لعبهم واحده من اول دوري المجموعات، اعتقد ان هم لعبوا سان داونز ولعبوا الهلال السوداني ولعبونا حتى في القاره، بس لعبهم بيلعبوا دايما بيستنوا الخصم في نص ملعبه، بيلعبوا دايما على التحولات الهجوميه، دي الخطه الثابته اللي لعبوا بيها طول المباريات. فاعتقد ان هم مش هيغيروا طريقه لعبهم خالص، هيواجهوا الاهلي بنفس بنفس الطريقه الطريقه ونفس خالص، الاسلوب. حتى هو بيلعب على ملعبه، عارف ايوه النادي الاهلي جاي عايز ملوش حل غير ان هو يكسب، فهيحاول يمتص حماس لعيبه النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي انا بشوف، انت سالتني سؤال قبل كده في مباراه سان داونز قلت النادي الاهلي يلعب الكل في الكل، قلت لك لا، مع سان داونز ما ينفعش تلعب كل في الكل، ايوه لكن قدام القطن الكاميروني مفيش يلعب حل، لازم الكل في الكل من الكل في اول الكل. دقيقه، ايوه مفيش وقت. طيب قبل ما نتكلم على طريقتنا والاسلوب الامثل من وجهه نظرك في لمواجهه القطن الكاميروني، وفي كلام كتير على انه مستر كولر بيفكر في اوراق ممكن تكون ما ابتدتش مباراه سان داونز، هسالك طبعا فيما يتعلق بفريقنا، ولكن خليني ابدا معاك بفريق القطن الكاميروني، نحاول نقرب شويه من الفريق ونحاول نعرف الاهلاويه طبعا اللي بيتابعوا السادسه شكل وطريقه لعب الفريق في مواجهه الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. ده شكل القطن الكاميروني من اول المجموعات، في الاول مره بيلعب 4 3 3، هو دايما زي ما قلت لك احمد بيلعب دايما بيستقبل نص ملعبه. لو رحنا للصوره الثانيه هنشوف شكل سان داونز، بص 4 3 3 4 3 3، بص في لعيب هنا اللي هو اهم لاعب فيهم وساو اللي هو اللي احرز الهدفين. القطن الكاميروني ما احرزش غير هدفين في البطوله البطوله، كلها، اللي احرزهم لاعب واحد رقم 7 وساو، هو الجناح الايمن، لعيب مميز جدا وسريع، وهو اعتقد اللي هو بيعرف يجيب جول، وساو الجناح رقم 7. دي طريقه لعبهم، هم ما غيروهاش خالص، بيلعبوا دايما بيستنوا الخصم في نص ملعبهم ويلعبوا دايما على التحولات، حاولوا يعملوا معانا كده في القاهره، لكن النادي الاهلي قدر يحرز الهدف الثاني. فالهدف الثاني كان قضى تقريبا على القطن الكاميروني ساعتها. تمام، ممكن ندخل كده في الحالات ندخل على الحالات، يمكن الحالات توضح الحالات اكتر طريقه توضح اللعب وتوضح نقاط القوه نقاط الضعف بتاعت يعني هو ما فيش نقاط قوه عندهم غير وسوده وساو، ده هو نقطه القوه اللي هو الوحيده الجناح باينه اليمين جدا. بتاعهم. هو بص دي انا اعتقد، بص وساو هنا هيقطع الكره، ما فيش عندهم غير حد بيلعبوش غير على الاطراف. ايوه وساو بص هو رقم 7 اللي هناك ده هيجيب على الطرف الهدف، اليمين خالص، الطرف ده اليمين هو الجناح الايمن رقم 7، ايوه هو اللي الكره دي هيستلمها وهيجيب بيها الهدف، نفس الهدف اللي احرزوه برده في الهلال السوداني. تمام، يعني بص هو بص هيستلم الكره ويدخل لجوه، نكمل نكمل بص نفس ما هو برده وساو نفس الكلام، هيستلم وهيشوط نفس الجون، تحس ان هو بالكربون، هو احرزوه في الهلال السوداني واحرزه في سان داونز نفس اللاعب، كل لاعبهم ايوه بيلعبوا دايما ناحيه الجناح الايمن.
هو هتلاقي نادرا حد طاير غير الجناح الايمن بالظبط. بص هتلاقي فين لعيبه الكوتنك مش موجوده ليه بقى؟ لان هم كلهم في نص ملعبهم فبيلعبوا على التحولات، فبيقدروا يعملوا التحولات عن طريق وساو رقم 7. فهي دي اعتقد الخطوره بس منها، يعني اعتقد مش خطوره قوي. بص نفس الجمله برضه، نفس الجمله برضه. نكمل المباراه. اقول لحضراتكم برضه يوم الجمعه ان شاء الله هتكون بتوقيت الساعه 6 هنا في القاهره. يعني بص وان أحمد، كنت الحقيقه برضو هي علامه استفهام يا احمد. يعني انا كان نفسي جدا انه الجولات المتبقيه، لان انت عارف نتائج المجموعه بقت مرتبطه ببعض، كان اولى من الاتحاد الافريقي انها تتلعب في توقيت طبعا واحد. ده مهم جدا، لان ده يبقى فيه حتى فير. ايوه توقيت واحد، لان انت ما يبقاش عارف نتائج المنافس بتاعي، وبالتالي يبقى عندي افضليه اللعب على اساسها. لكن لما ببقى العب في نفس التوقيت ده كان مفترض، يعني يا اما سان داونز، وخصوصا ان الجوله اللي قبلها كانت ملعوبه بدري. مزبوط. يعني في فرق زمني كبير جدا، كل الفرق عندها فتره للراحه، وبالتالي يا اما سان داونز والهلال كانت اتنقلت بقت يوم الجمعه وتقدمت بقت يوم الجمعه، او الاهلي وسان داونز اترحلت بقت يوم السبت. ده كان اكثر يعني منطقيه بصراحه، كان يبقى فير حتى يدي خلي اللعيبه كلها بتلعب، يعني خلاص عندها ان مفيش فكره التلاعب، كل واحد بيلعب في ماتشه وما عندوش فكره الافضليه انه انا عارف حسابات المجموعه ايه وهلعب على اساسها. لكن لما بيكونوا الماتشين بيتلعبوا في نفس التوقيت بيبقى فير بلاي، فرصه طبعا، مبدا تكافؤ الفرص لكل مهم جدا. الفرق المتنافسه بتشوف البطولات الكبيره كده، في كاس العالم وكاس افريقيا اخر مباراه طبعا بتتلعب دايما في توقيت واحد. ايوه فلازم حتى يبقى ده طبيعي تتغير نظام دوري ابطال افريقيا في المباراه الاخيره دي دايما. في حاجات كتير قوي لازم تتغير صحيح. معانا حلقه على باقي الحالات. في حالات ثانيه هنا الاخطاء الدفاعيه اللي عندهم مشاكل، لما جم فكروا يعملوا بيلد اب ويبداوا هجمه من تحت، سان داونز قطعت منهم واحرزوا منها الهدف الاول. ايوه فدي مشاكل دفاعيه باينه جدا عندهم، الاثنين مساكين ضعاف جدا. تمام.